اشكر كمان سعاده الشهر احمد البنداري في وسطه في هذه العمليه لغايه ما قدرنا نوفر البنات الموجوده لدينا. ايضا فريق كامل من المجتمعات او المجتمع المدني القاعدي والرائدات المجتمعيات اللي بيقوموا بيساهموا في التثقيف كجزء من عمليه الوعي اللي بتتحملها وزاره التضامن الاجتماعي بمنتهى يعني العبء، مش عايزه اقول عبء، هو الحقيقه مسؤوليه احنا سعداء بيها ان احنا نشارك في التثقيف المجتمعي لكافه اشكاله، فيها تثقيف حقوق مراه، اطفال، ذوي اعاقه، مسنين، صحه، تعليم. يعني الحقيقه يمكن بنضم ليها الموضوعات البيئه وموضوعات التثقيف الانتخابي ايضا هذا العام. فتحيه خاصه لحضراتكم، زياره عزيزه علينا وبدايه ليست لها نهايه، لان وزاره التضامن الاجتماعي مسؤوله عن سلم مجتمعي وعن مشاركه وعن دمج جميع الفئات التي يعني نرتقي انها تشعر بكافه حقوق المواطنه كما يجب ان يكون. فبشكر حضرتك على تشريفك، بشكر الدكتوره ايمان على التنسيق المستمر والدائم معها، ويعني الحقيقه سعاده المستشار محمد بن وصير امدعانا بجهد من طرف وزاره التضامن الاجتماعي، فبوجه الشكر ليه، ويعني بنقول بسم الله نبدا. الحقيقه الاهتمام بذوي الهمم هو احد الدعائم اللي قام عليها الدستور المصري، وكمان هو احد الواجبات المفروضه على الهيئه الوطنيه في القانون اللي بينظمه. يعني الحقيقه هو اهتمام مشترك من الدستور والقانون بذوي الهمم. البروتوكول طبعا الحقيقه ان شاء الله اللي هنوقعه النهارده المقصود به هو الحصول على قواعد البنات الخاصه بذوي الهمم على اساس ان احنا نقدر نسهل ليهم لجان ممكن تخصص باشكال او نمط معين. احنا ان شاء الله عايزين نستفيد بهذا الجمع ان احنا نقدر ندرب مجموعه منهم ان هي تعمل نوع من التثقيف والتوعيه. يعني اعتقد ارجو ان انا اكون وفقت في ان انا اقل الصوره بتاعت الهيئه. طبعا انا بشكر حضرتك جدا على الدعم الكامل، وباذن الله الهيئه تظهر ان شاء الله ان الانتخابات تتم على الطريقه اللي طريقه مصر. ان شاء الله البروتوكول بيمثل ان شاء الله احد الادوار اللي المفروض الهيئه الوطنيه للانتخابات تقوم بيها بشان مساعده ذوي الهمم، وباذن الله لازم يعرفوا انه لهم حقوق تصويتيه ودستوريه يقوموا بيها ان شاء الله على اكمل وجه. شكرا يا فندم. الحقيقه احنا في ثلاثتنا بنوقع بروتوكول شايفينه مهمتنا الاساسيه ومسؤوليتنا الاساسيه كجهات حكومية تدعم العملية الانتخابية بكل قوة وكفاءة وشفافية عشان نقدر نوسع أكبر قدر ممكن من القاعدة الانتخابية. حق التصويت وحق الانتخاب مكفول للجميع بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز ضدهم، وهذا ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري 2014 اللي بينص بالحقوق السياسية وممارسة الحياة العامة للسادة ذوي الإعاقة.